أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 من أكتوبر وحتى يوم الاثنين الموافق 6 من نوفمبر. لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية. التقديم اعتباراً من السبت 21 من أكتوبر 2023 حتى الاثنين 6 من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. لك والملك لا